ده القرار ده بقى كنت انت اتخذته قبلها بقد ايه؟ مفيش يعني. قعدنا نمثل 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 وبعدين حسيت وانا بمثل وانت بتمثل ان انا دي لازم تفضل معايا. بس مش بس على المسرح، على مسرح الحياه. على مسرح الحياه واتجوزنا. الله، بس كانت جميلة يعني. كانت مفاجأة حلوة. أحب بقى مسرحية في حياتك؟ احنا بنقول سيدتي الجميلة أنا وهو وهي، كل ما هنقول اسم مسرحية بنحس إنها أهم مسرحية وأجمل مسرحية. والله أحب واحدة فيهم لقلبك. والله يا دكتورة كل المسرحيات اللي عملتها يعني خارجين من قلبي من كبدي يعني لما بشوفهم او بشوف حاجه منهم ما اعرفش بيصعبوا عليا ليه. بحبهم. اكتشافك للموهبه يعني شويكار تبلورت وموهبتها برزت على المسرح وبعد كده عملته مع بعض الافلام. لكن اكتشافك لموهبتها وعينك يعني بتلقط المواهب في حياتك، احنا شفنا ده بيتكرر مع نجوم كوميديانات كتير. لكن شويكار الست الجميله الانيقه اللي لها بتنطق بشكل ارستقراطي، ازاي شفت في ده انها تبقى كوميديا؟ ممكن تكون كوميديان. ما هو ده الكلام بقى الحلو. ايوه، ان انا خدتها وهي بتقول حاجه كانت بتشتغل فيها عاميه كان مع فرقه ايه مش عارف مش فاكر. وبعدين قلت لها تمثلي يا شابه تمثلي. قالت لي انا بمثل. قلت لها لا تمثلي معايا حاجات. قالت لما اشوف هتعرض عليا ايه. يا سلام. مال. وكان الكلام بصراحة كده وبوضوح. لقيت عبد المنعم مدبولي كان مخرج مسرحية السكرتير الفني. لقيته نقاها وجابها علشان تشتغل معايا البطلة. واحنا كنا اتكلمنا قبل كده. فاشتغلنا السكرتير الفني. خرجنا بعد السكرتير الفني قلت لها انا في دماغي حاجه تانية كمان عايز اعملها. قالت لي هتعمل ايه؟ قلت لها نعمل انا وهو وهي. ودي مسرحيه ما اتعملتش قبل كده. وكان عملها اسمه ايه ده الراجل الانجليزي ده اسمه ايه الراجل انا مش فاكر اسمه هفتكره دلوقتي مع فيفيان لي. عملها واصاب بيها نجاح قوي قوي قوي. وبعدين قلت لها خلاص نعمل المسرحيه دي نمصرها ونعملها. بداوا يمصروها سمير خفاجي وعبد المنعم مدبولي. بداوا يمصروا فيها ويحطوا فيها. بس كان ايه التمصير